السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. الوجهه تاعي اليوم الى ولايه تيسمسيلت. ترحبوا بيا ولا نعاود ندور؟ لا لا، على بالي بلي ترحبوا بيا ورحبتوا بيا. اذا قررت نديكم في جوله خفيفه وظريفه بما انه عندنا صلاح في تيسمسيلت. ايا قلنا عليه ما نروحوش نشوفوا ثنيه الحد اللي اول مره نروح ليها. اذا صح ما كناش مقررين بلي انه نروحوا ليها، لكن كيفنا شويه وقت طلعنا ليها. واش نقول لكم؟ جمال خلاب، بلادي ما شاء الله، والله بلادي روعه روعه روعه. الله يبارك على زين بلادي، يعني في الطبيعه، يعني واحد الجمال، واحد الاشجار. واش نقول لكم؟ في ولايه تيسمسيلت، ايه كي تكونوا داخل تيسمسيلت تشوفوا كيش غير صحراء، شجر ما كاش غير الاحجار والسخانه. بصح واش نقول لكم؟ كي تلحقوا الجبال تاع ثنيه الحد، واش نقول لكم؟ غابات المدات، اشجار الاروز جد 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 خلابه. تعرفوا انا نموت على الطبيعه بصراحه، نعشق في الطبيعه. قاعده حله فمي. قلت لهم نقعدوا هنا نباتوا هنا، تعرفوا الله غالب، يعني ما كناش مديسيدين نروحوا، لكن كي رحنا والله عجبني الحال بالبزاف، وكانت يعني المنطقة جد خلابة. إذا ننصح الكامل لعشاق الطبيعة، ما عليكم إلا تروحوا لهذه الغابة، وعلى بالي باللي ما راكمش راحين تندموا عليها. اذا لهنايا كما راكم تشوفوا الدخله هنا، للاسف ما لقيناش الناس بزاف على خاطر ما رحناش في نهايه الاسبوع، لقينا بعض العائلات ومانيش عارفه بالك منعوا الطلعه بالسياره للاعلى على خاطر على جال كورونا، ولا يعني مانيش عارفه علاش غلقوا الطريق. للاسف الشديد يا ناس تيسمسيلت، تهضروا شويه على حقكم، علاش يغلقوا الطريق؟ حتى كورونا لو كانت تجي لهنايا وتهرب. يا والله العظيم، يعني هذا الجمال كامل وغلقوا، يعني طلع بالسياره باكم مشينا بزاف بزاف على رجلينا باش لحقنا لهذه المنطقه. وللاسف الشديد انا كنت حابه نروح للبركه، لكن بعيده بزاف، وكما قلت لكم غلقوا طريق بالحجاره وكامل باش ما يطلعوش ليها، يعني بالك في وقت الكورونا فقط. شوفوا الاشجار هذو شحال شابين يهبلوا، حسب لي دوده. هي الا ازهار تاع اشجار الارز، ولا مانيش عارفه كيف يسموهم هاد الاشجار. نورمالمون الارز، اشجار الارز بزاف شابه، بزاف 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 والله. يعني المكان واش نقول لكم، غيرتوني يا با، كاني غيرانا من هاد الغابه يا ناس تيسمسيلت. ونشكر كامل اللي اتصلوا بيا، وكي درت اللايف بلي راني في ثنيه الحاد، يعني بزاف بعثوا لي في الميسنجر وعيطوا لي قالوا لي علاه ما قلتي لناش باه نستقبلوك ولا نجيو ليك باه نشوفك. اذا انا ما كنتش دايره حسابي بلاني رايحه ليها، المره الجايه ان شاء الله وعد وعد، نهار يطيح الثلج يسموني نجي تما تيسمسيلت، ونقول لكم كامل باللي راني تما، وارواحو نتلمو كامل. واش نقول لكم خياتي وخوتي، لمحبي الجبال ولمحبي الطبيعه، تقدروا الجو هنا حتى تباتوا، يعني تجيبوا لي طونت تاعكم ولا كاين وين تكروا، ولا احسن اللي يحب التخييم ولا يجيب دوزانو ويجي لهنا يبات. يعني مكان واش نقول لكم، رومانسي ورائع والله. اللي يكون في حاله مريضه ولا نفسيته يعني منهاره ولا كئيب، ولا يجي لهاد الغابه ولا هاد الاجواء هنا، يعني النفسيه تاعو ترتاح خلاص. احنا قعدنا غير ندورو غير حدنا على خاطر كيما قلت لكم الناس ما كاش، على خاطر احنا في وسط الاسبوع، وايضا لهنا الطلعه يعني قليل يطلع، يعني بالك ديجا انه كامل يطلعوا على خاطر منعوا طلوع صعود السيارات لهنا. شوفوا الاماكن هذو شحال شابين للعائلات، اللي يحب يقعد روعه روعه روعه. كاين وين يلعبوا دراري، كاين وين تقعدوا، يعني كاين تشو اتاي كوكب، وكاين حتى وين تقعدوا هكذايا، يعني ما كاش بلاصه نقيه بالبزاف كما راكم تشوفوا، يعني نقيه 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 وشبا لهنا. ما تضحكوش عليا، شفاره شراهي دلال. معليش نتفكر الصغار يا اخي، ماشي ممنوع. مزيان ما سكتوا بيناتنا، مزيان ما تطقطقش عليك الجعليله. والله لعبت حتى وين كرهت. باي باي.
عيشوا حياتكم. العمر ما فيش يعني واحد يقعد لي واحد كبير ما يلعبش ولا بالعكس، كاين ناس تلحق 60 سنه 70 سنه وتقعد يعني شبابيه تبغي عندها ديك الروح تاع المرحه يبغوا يلعبوا كامل. خلينا دوك الناس المشنفين وما لعبوش ومنا تلقاهم في عمرهم 30 سنه 20 سنه مكبرين روحتيهم هكا وما يديروا حتى شيء. الابنه تاعي هي اللي كانت طيش بعدي لهنا كما راكم تشوفوا بعض العائلات هاني طلعوا يمشوا والله للاسف ماشي حق عليهم، غلقوا يعني صعود السيارات للاعلى والله بزاف بزاف يعني خاصه انك يجي واحد من البعيد ولا ما كاش كيفاش يطلع برجليه. لهنا بعد ما كملنا من الفوق هبطنا لهنا كاينه ايضا جهه طريق اخر تدي للبركه، لكن هي الطريق لقيناها مغلوقه بالحجاره يعني الامن غلقوا. هذا المكان معمر معمر بالشجار تاع البلوط، اللي يبغي البلوط يروح ينحي راهو على راسو. بلوط حلو 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 سكر مانيش عارفه هاد انا نحي وتقولي بنتي اي تاع الناس تقولها لا لا ماشي تاع الناس تاع الجبل يا ماما تاع الناس قولها لا 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 واقي تاع الجبل. الناس عندهم كهذا الالاف من الاشجار تاع البلاط الله يبارك، وبلاط بزاف حلو هايل يعني، وبلاصه شابه اللي يحب يفطر ولا يدير الشوا ولا يقعد ولا يرقد. واش اللي عجبني انه الغابه نقيه نقيه ما شاء الله ما شاء الله نقيه بالبزاف. لهنا جبنا حاجه خفيفه وظريفه شينا شويه فطور هكا قعدنا تحت واحد الشجره تاع البلاط افطرنا فطور خفيف من بعد كملنا يعني طريق تاعنا. والله اللي يحب يجي لهاد الغابه لازم يبكر صباح بكري، مثلا اللي يسكنوا في الجي ولا البليده ولا تيبازا حتى المديه ولا يعني لازم الواحد 9 تاع الصباح يكون تما وهكا باش يكفي الوقت. على خاطر علاش الغابه كبيره ما شاء الله وفيها يعني زوج طرقان، يعني الوقت الواحد كان ما يجيش بكري ما يكفيش الوقت باه يحوسها، خاصه لعشاق يعني تسلق الجبال ولا المغامرات الجبليه هكا اللي يحب يمشي على رجليه يمشي. الفراشه راهي تطرق في البلاطه بلاك وتشكم والناس تسمسلت ما نحيت بزاف ناخي نحيت غير شويه فقط في يدي ماشي بزاف ما لقيت وين نروح نهار كامل وانا نتسلق في الاشجار. لهنا واش راني نحي يا ربي راني نحي في سقوقو جاي كل ورده يهب بالواحد سقوقو تاعها ما تضحكوش على الفراشه تعرفوها باللي تبغي الغابات وتبغي الشوك بالبزاف تبغي الدور. هذا واش نحيت البلاط شفتو نحيت غير شويه فقط هذا مكان على خاطر مازال خضر. اذا نوجه تحيه كبيره كبيره للناس تسمسيت والمشتركين التوعي من تسمسيت ونقول لكم يعطيكم الصحه اللي عرضتوني به المره الجايه نجيو نتلاقاو فما. اذا ان شاء الله يا ربي نكون طليت عليكم طله خفيفه وظريفه ونقول لكم ما تنساوش جامل الفيديو وخلوا لي تعليقات تاعكم والناس تسمسيت بانوا في التعليقات هكا باه نعرفكم كامل ونقول لكم اتهلاو في هذيك الغابه ونقول لكم كامل اللي راكم تشوفوا ما عليكم الا تضربوا داره في هذه الغابه باه نفسيتكم ترتاح وتتعرفوا على جمال الجزائر. نقول لكم اتهلاو في روحتكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله ومع السلامه باي باي حبكم كامل سلام